بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في كيفية إقامة حكومة 1,000,000,000 مسلم، وأن مثل هذه الحكومة تحتاج إلى حركة إسلامية جماهيرية عامة. قبل ذلك تنتهي إلى مثل هذا الحكم بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا أن هذه الحكومة وهذه الحركة بحاجة إلى أمور وأسس: الأول التوعية العامة، الثاني التنظيم الشامل، الثالث مراعاة أصول الحركة العامة، الرابع السلام، والخامس وكلامنا الآن في الخامس الاكتفاء الذاتي. وقد تقدمت حلقات حول هذه الأمور الخمسة، والآن حلقة أخرى حول الاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي يتركز على أمرين إيجابيين سوف نتكلم عنه في الأيام القادمة بإذن الله تعالى، وإلى ركن سلبي كلامنا الآن في هذا الركن. الركن السلبي عبارة عن أن الإنسان يتجنب البضائع والأفكار الأجنبية مطلقة، وإنما يجب أن تكون الأفكار نابعة من نفس الإسلام وبلاد الإسلام. الأفكار الدخيلة يجب أن تنبذ كما ذكرنا ذلك في أحاديث سابقة، كما أنه يجب أن تقاطع كل البضائع الأجنبية. ومقاطعة البضائع الأجنبية والتي ليست من بلاد الإسلام تتضمن مشكلات: الأول مشكلة الحرمان، والثاني مشكلة الصعوبة في تبديل البضاعة بشيء آخر، والثالث من المشاكل الضغط النفسي على المقاطعين. المشكلة الأولى مشكلة أن جملة من البضائع دخلت في حياتنا نحن المسلمين، فإذا تركناها وفقدناها ولم نجد بديلها في بلاد الإسلام سبب ذلك لنا صعوبة. مثلا الثلاجة إنما تصنع في الغرب والشرق، فإذا قاطعنا البضاعات الأجنبية معنى ذلك أن لا تكون لنا ثلاجة في بيوتنا، وهذا شيء صعب بالنسبة إلى من اعتاد الثلاجة من جهة مشربه ومن جهة مأكله ومن جهة البرودة المتوخاة في أشيائه من الفواكه والشراب وغير ذلك. هذه الصعوبة يجب تحملها، لأن بتحمل الصعوبة يرتقي الإنسان إلى مدارج الكمال. وفي الحديث أفضل الأعمال أحمدها. المشكلة الثانية تبديل الشيء اليسر إلى الشيء الأسر. مثلا قد اعتادت كثيرا من نسائنا الغسل في الغسالات الكهربائية، فإذا تركنا الغسالة الكهربائية يجب التحول إلى الغسل باليد، والغسل باليد صعوبة كبيرة كما نعلم، لكن هذه الصعوبة يجب أن تتحمل جسديا
لأجل فائدة أكبر. الفائدة الكبرى هي إنقاذ المسلمين من براثن المستعمرين. وحتى نفس هذا الإنسان الذي يلاقي الصعوبة سيلاقي السهولة في المستقبل، لأن الآن سهولة مع ذلة وصعوبة مع عزة في الحال الحاضر، ثم سهولة مع عزة في المستقبل بقيام الدولة الإسلامية أحسن وأهنأ من السهولة مع الذلة التي المسلمون الآن فيها. المشكلة الثالثة مشكلة الضغوط النفسية، حيث قال هؤلاء رجعيون، هؤلاء إلى الوراء، هؤلاء متخلفون، هؤلاء متوحشون، هؤلاء لا يفهمون الحياة. لكن لندع أولا نتساءل ما معنى المرتجئ والرجعي والمتخلف؟ أليس كل صاحب مبدأ واستعمار وما أشبه ينسب من لم يطعه في مبدئه واستعماره إلى التخلف والرجعية والجمود؟ الشيوعيون يجعلون المعيار الشيوعية، فكل من ليس شيوعي فهو متخلف ومرتجع. الرأسماليون يجعلون المعيار رأس المال والأنظمة الغربية، فكل من لا يسير في ركابهم فهو متخلف ورجعي. وكذلك البعثيون، وكذلك القوميون، وكذلك الديمقراطيون على الأسلوب الغربي، وكذلك الوجوديون، وحتى الصهاينة يعدون اليهودي الذي لا يمشي في ركابهم في الاستعمار والاستعداد يعدونه رجعيا. أن يفوق ذلك أهل الفساد من المخامر والمقامر والزمار والقمار، يعدون من ليس يمشي في ركابهم في تعاطي الآثام والموبقات متخلفا ورجعيا. فهل يجب أن نخاف نحن المسلمين من أن يرمينا أحد هؤلاء بالرجعية كإنسان يريده اللصوص أن يكون لصا معهم مقاطع طريق، فإذا لم يوافقهم قالوا له إنه رجعي، إنه متخلف؟ وهكذا يجب علينا أن نعرف الميزان والمعيار الذي نريد أن نزن به التخلف والتقدم والرجعية والجمود، وإلى الوراء وإلى الأمام. الميزان هي الفضائل الإنسانية، هي المشاركة الوجدانية، هي الطهارة والنزاهة، هي إعطاء حاجات الروح وحاجات الجسد، هي إنقاذ المستعمرين من براثن المستغلين والمستعمرين. إنه تقدمي يقتل ألوف الناس كالشيوعيين، إنه تقدمي يسجن ملايين الناس كالأمريكيين والأوروبيين، إنه تقدمي يقتل وينهب ويحتق الأعراض كالبعثيين وغيرهم. هل هذه هي التقدمية؟ وهل يجب أن نخاف من هذه الوصمة؟ إنك إذا لم توصم على ألسنة هؤلاء بالرجعية والتأخر والتخلف فلا بد وأنك ممال للظالمين. إن صفحتك إذا كانت بيضاء في سجل المباحث البعثية والقومية والشيوعية فلا بد وأنك متخلف وأنك متأخر وأنك مداهن وأنك ساكت على الظالم وأنك راض بفعله. أما إذا كانت صفحتك سوداء
على اصطلاحهم فإنك مجاهد حقيقي، وأنك ممن يحبه الله إذا كنت في طريق الله تحاربهم وتبين فضائحهم. هذا أولا. فلا خوف لنا من أن نتهم بسبب قطع البلاوي على الأجنبية، أن نتهم بالرجعية والجنود والتخلف وعدم المسايرة مع الركب الاستعماري الاستغلالي العالمي الشرقي والغربي. ومن الأغلاط المشهورة حشر مع الناس عيد. بالعكس، إن إبراهيم كان أمة قانتة. لم يقل إبراهيم ذلك، ولم يقل موسى ذلك، ولم يقل عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولو أراد موسى بن جعفر أن يقول ذلك لم يسجن، ولو أراد الإمام الصادق أن يقول ذلك لم يسن. وهكذا سائر الأئمة بل وسائر المصلحين، إنما طردوا، إنما هوجموا، إنما سجنوا، إنما عذبوا، إنما قتلوا، لأنهم قالوا حشر مع الحق عيد. لا حشر مع الناس المنحرفين عيد. ويجب علينا أن نعرف أن مقاطعتنا للبضائع الأجنبية الغربية والشرقية وإقبالنا على البضائع التي تصنع في بلاد الإسلام مصر وإيران والعراق وغير ذلك، هذا الشيء يسبب لنا راحة في المستقبل وراحة لكل المسلمين، بل وراحة للمستضعفين من غير المسلمين أيضا. الآن أكثر من 1,000,000,000 جائع في الدنيا، من ينقذ هؤلاء؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة والقدوة وسيدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أقنع من نفسي أن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر، أم أبيت مطانا وحولي أكباد حرة وبطون غرفة، أم أكون كما قال أخو بن غامد أو غيره؟ الترديد مني: وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. ولعل هناك باليمامة أو بالحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له في القرص. وقد ورد عن أمير المؤمنين وهو رئيس أكبر دولة في ذلك اليوم في كل العالم، قال له القصاب: يا أمير المؤمنين، نعم اللحم. الإمام قال: ولكني لا أملك الثمن. ثمن اللحم أقل من درهم، الإمام لا يملكه. لماذا؟ وحقيقة لا يملك الإمام، لا من بيت المال ولا من أملاكه الشخصية ومزارعه الكثيرة التي زرعها وصنعها. لا، بالعكس، إنه لا يملك أن يكون في وقت واحد عادلا في القمة وأن يأكل اللحم. ولعل بعض المسلمين لا يجدون اللحم، ولعل بعض غير المسلمين في بلاده لا يجدون اللحم. إن الإمام لا يحن على المسلم فقط، وإنما حتى على الكافر، كما في القصة التي هجمت جيش العدو الأنبار وآذوا المسيحيات، فتأثر الإمام تأثرا بالغا وقال في كلامه: والأخرى المعاهدة، يعني التي في عهد المسلمين.
ولعلها لم تكن أيضا مسيحية، ولعلها كانت وثنية، لأن الوثنيين بقوا إلى عهد الإمام، حيث لم يكن ضغط عليهم إذا استسلموا للدولة الإسلامية وعملوا بالشرائط الرعوية. وقال في كلام الله إلى مالك الأشتر أن سوسنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. النظير في الخلق يشمل الكافر والمشرك والذي لا يؤمن بالله إطلاقا. وعلى أي حال فهذه مسألة فقهية ذكرناها في كتاب الفقه قسم الجهاد. الإمام يريد بحرمان نفسه أن يوسع على المسلمين، وبالفعل تمكن من التوسعة، حتى أني رأيت في تاريخ أن الإمام عليه الصلاة والسلام قال ما مضمونه أنه في عهده صار لكل عائلة دار ورزق وماء. الآن أكبر الدول ثروة كأمريكا لم تعمل هذا الشيء، أما في روسيا فأكثر الناس جائعين بالرغم من دعواتهم الكاذبة والتي تقول بأنها حكومة العمال والفلاحين، أنها حكومة ضد العمال والفلاحين. القصص المشهورة ما علينا الآن بتفاصيلها. وهكذا إذا تمكنا من حرمان أنفسنا نتمكن من إنقاذ المحرومين، فلا يهمنا أن نحرم. وفي قصة جميلة يجب أن تتخذ أسوة بدال الحرب الإسلامية الفارسية في أول الإسلام، حيث تعدى الفرس قصة مشهورة على المسلمين، فاضطر المسلمون إلى محاربتهم، لأن الحروب الإسلامية حروب دفاعية، وإن صح الحرب الهجومية لإنقاذ المستضعفين أيضا. وعلى أي حال الفرس تعجبوا كيف يتقدم المسلمون وهم حكومة جديدة وبدائية إلى أبعد حد. اجتمع قائدهم رستم مع ضباطه وقواعد أركانه واستشارهم في ذلك عجبا، هل هؤلاء معهم الملائكة؟ إنهم ما كانوا يصدقون أن المسلمين أصحاب دين حقيقي، فلا ملائكة معهم. إن الملائكة أيضا لا تحارب إلا في معجزة خارقة للعادة، لأن الله أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. هل معهم الجن؟ وهل الجن يحارب مع الإنس ضد أعدائهم؟ لا هذا ولا ذاك. وهل معهم السحر؟ عجيب، هل السحر يهزم الدول ويصنع الدول؟ لا يمكن هذا أيضا. فتحيروا، لنا العدة ولنا العدة ولنا 1000 سنة من الممارسة وأكثر من 1000 سنة، وهؤلاء لا عدة لهم ولا عدة لهم ولا نظم، وهم بدائيون. حكومتهم حكومة جديدة لم يمر عليها حتى 20 سنة، فكيف يحاربوننا ويتفوقون علينا؟ وأخيرا صار القرار أن يستقدموا أحدا من المسلمين ويستفسروه عن السبب، فاستقدموا مسلما، وفي بعض التواريخ اختطفوا مسلما من هؤلاء المسلمين المنتشرين في الصحراء في جانب المسلمين. لما دخل الخيمة، خيمة الحرب ذات الأبهة
لأمها الفارسية المشهورة في ذلك اليوم، وإذا به يرى فراشا من أجمل الفراش، فيزحزح الفراش ويجمع قسما منه ويجلس على الأرض. تعجب هؤلاء من فعل هذا المسلم وقالوا له: كان لنا سؤال فصار سؤالان، والآن نقدم السؤال الثاني الجديد: لماذا جمعت الفراش وجلست على التراب؟ قال الرجل المسلم، ومحل الشاهد في هذه الكلمة الذهبية التي يجب أن نتخذها أسوة إذا أردنا الوصول إلى حكومة 1,000,000,000 مسلم بإذن الله تعالى، قال الرجل المسلم لرستم بن باطه الفرس: إنما فعلت ذلك لأن لي إخوة في الصحراء يجلسون على التراب، فما أحببت أن أكون أرفع منهم مجلسا، كنت أجلس على الفراش وهم يجلسون على الأرض. القصة طويلة. لما ذهب ذلك المسلم نظر بعضهم إلى بعض وقال: هذا هو الذي نخاف منه ونخشى، إن مثل هؤلاء يتقدمون علينا ولا يمر زمان إلا يتسلطون على بلادنا. وهكذا كان المسلم في ذلك اليوم، ما كان يلاحظ شخصه، داري، سيارتي، أثاثي، بستاني، أملاكي، رصيدي، سهامي وإلى آخره، وكان إنما يلاحظ الكل. نحن الإخوة، نحن الجماعة، نحن الأمة، يجب أن نكون متساوين في المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك، ولهذا تقدموا. فإذا نحن حرمنا أنفسنا عن البضائع الأجنبية المرفهة سواء حرمناها إطلاقا وبدلناها بالشيء الأصعب كما مثلنا في الغسالة، نكون من الذين يوفقهم الله سبحانه وتعالى في الوصول إلى الهدف، وهو حكومة 1,000,000,000 مسلم، وما ذلك على الله بعزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.